your job. مرحبا بكم في فيديو جديد، معكم أخوكم خالد، واليوم سوف نتحدث عن ستايلات الشعر للدراسة، وذلك سواء كنت في مدرسة أو في المعهد أو حتى في الجامعة. ولقد عملت لكم فيديو حول ملابس الدراسة، وكذلك فيديو حول أحذية الدراسة، وأنا أيضا أخطط لأن أعمل فيديو حول بعض التنسيقات للذهاب إلى الدراسة، وكذلك فيديو آخر حول بعض الأمور النفسية. فأنا أعلم أن الكثير من الناس يجدون صعوبات في تكوين الصداقات وفي التصرف مع الناس، ويتعرضون للتنمر بشكل كبير، لذا إن شاء الله سوف نحل هذه المشاكل. لذا أتمنى أن تستفيدوا من هذه السلسلة، وفيديو اليوم كما قلت لكم سوف يكون على ستايلات الشعر. فلنبدأ بستايل رقم 1 وهو المودرن سايد بارت، وكما قلت السايد بارت العصرية وليس السايد بارت الكلاسيكية. فالكلاسيكية تكون مستقيمة جدا وتكون لامعة بعض الشيء، فهي تتماشى أكثر مع الملابس الرسمية وليس الملابس الكاجول. أما السايد بارت العصرية فهي تكون فوضوية بعض الشيء، ويمكن أن يكون الشعر طويل ويجب أن تكون محكمة وتكون في مظهر طبيعي وكأنها لا تحتوي على مستحضرات، وهذا يعني أنه يجب أن تكون قادر على لمس شعرك وتحريكه بشكل طبيعي. ولكي تحصل على هذا اللوك فأنت سوف تحتاج إلى بريستايلر جيد يعطيك فوليوم جيد في شعرك، ولكن يبقي شعرك في مظهر طبيعي، ويمكن أن تستعمل رغوة الشعر أو بالإنجليزية الهير موس، أو باستعمال ستايلينج بيست مثل هذا من سيوس مان، واعتقد انه جيد جدا. وكذلك يمكنك استعمال السي سولت سبراي، والبريستايلر يعني تضعه قبل ان تستعمل السشوار. وسوف اضع بالنسبه للتونسيين بعض الروابط لشراء الهيرموس وكذلك السي سولت سبراي. ثم تستعمل مشط مثل هذا، وذلك كي لا يجعل شعرك مستقيم جدا. فالسايد بارت العصريه كما قلنا يجب ان تكون فوضويه بعض الشيء، وكذلك سوف اضع للتونسيين رابط هذا السشوار، والذي اعتقد انه سشوار جيد جدا مقارنه بثمنه، فهو فيه هواء بارد وهواء دافن وهواء ساخن، وكذلك فيه سرعة عادية وسرعة عالية جدا، ومقارنة بثمنه فهو صفقة رابحة. إذا كنت تريد أن تحصل على ستايلات شعر جيدة فيجب عليك أن تشتري سشوار، والرابط سوف يكون في الأسفل بالنسبة للمقيمين في تونس فقط. رقم 2 التكستيرد فرينج، وهذا ستايل سهل ومناسب كثيرا للمراهقين والشباب، ولا تحتاج إلى شعر طويل، حيث يكفي أن يصل الشعر إلى منتصف الجبهة. وبالنسبة للجوانب فيمكن أن تكون متدرجة في الطول، ويمكن أن تكون في طول عادي، وكل ما عليك فعله بعد غسل شعرك هو أن تضع بعض السيروم، ولقد تحدثت مرارا وتكرارا حول فوائد السيروم. ولكن إذا كانت هذه مرتك الأولى في القناة فالسيروم سوف يرطب شعرك وسوف يحميه من حرارة السشوار، وكذلك سوف يملسه ويعطيه لمعان طبيعي وجذاب جدا. ولا تستعمل أبدا السشوار دون استعمال السيروم لكي لا تتلف شعرك. وسوف أضع بالنسبة للتونسيين روابط لبعض أنواع السيروم في الأسفل، إذا يجب عليك أن تحصل على واحد. وبعد أن تضع السيروم تقوم بالتجفيف إلى الأمام بطريقة فوضوية، وحتى دون استعمال مشط يمكنك حتى استعمال يدك فقط، فهذا ستايل أحسن شيء يكون فوضوي. وبعد أن تنتهي من تجفيف شعرك يمكنك أن تستعمل مثبت متوسط القوة مثل سيوس كريم واكس، والذي أعتقد أنه سوف يكون مناسب لهذا ستايل، أو كذلك يمكنك استعمال كلاي قوي إذا كان هناك الكثير من الرياح. لذا إذا كنت تبحث عن ستايل جميل ولا يتطلب خبرة كبيرة والكثير من الوقت فهذا هو ستايل المناسب. رقم 3 الكيرلي فرنش، وبالنسبة لأصحاب الشعر المموج والذين يحبون الشعر المموج فإن هذا ستايل سوف يكون مناسب لكم. ولقد رأيت بعض الصور حيث يصل الشعر إلى مستوى العينين تقريبا، ولا أعتقد أن هذا جميل. ربما لالتقاط صورة سوف يكون جميل، ولكن أمام الناس وفي الدراسة لا أعتقد هذا. وأعتقد أنه عندما يكون الطول إلى مستوى نصف الجبهة أو فوق الحاجبين بقليل سوف يكون جيد جدا. وإذا كان شعرك مستقيم وتريد أن تعمل هذا ستايل فيجب عليك أن تذهب إلى الحلاق لكي يعمل لك هذه التموجات. ولكن إذا كان شعرك مموج بشكل طبيعي فكل ما عليك فعله بعد غسل شعرك هو أن تقوم بتنزيل شعرك إلى الأمام باستعمال يدك ومن دون استعمال أي مشط، ثم تتركه يجف وسوف يصبح هكذا بشكل طبيعي. ويمكنك أن تقوم بتثبيته باستعمال الهير سبراي إذا كان هنالك الكثير من الرياح. رقم 4 الشعر الطويل بصفة عامة، وأي ستايل للشعر الطويل سوف يكون جميل، ولست أتحدث عن الأندر كات
والبومبادور التي تكون طويلة من الفوق ولكن قصيرة من الجوانب. بل أتحدث عن الشعر الطويل في جميع الأماكن، في الأعلى وفي الجوانب. وطبعا سوف تحتاج إلى الكثير من الوقت لكي يصل شعرك إلى الطول جيد. لذا إذا كنتم تريدون فيديو حول كيفية جعل الشعر ينمو أسرع، قم بالضغط على زر اللايك واترك لي تعليق في الأسفل. وإذا كنت تمتلك شعر طويل أو تخطط لجعل شعرك طويل، فأنت حتما سوف تحتاج إلى مرطب جيد، والمرطب سوف يحتاجه الجميع دون استثناء وليس أصحاب الشعر الطويل فقط. وهذا المرطب هنا جيد جدا ويحتوي على 18 نوع من الأحماض الأمينية، وكذلك استعمل الكيراتين. لذا إذا كنت تقطن في تونس سوف أضع رابطه في الأسفل. رقم 5 الباز كات. وبالنسبة لهذا ستايل فأنت سوف تحتاج إلى ماكينة حلاقة فقط، ويمكنك حتى أن تحلق شعرك بنفسك في المنزل. وأعتقد أنه على الشخص المناسب فإن الباز كات سوف تكون جميلة جدا. والشخص المناسب أقصد به شخص يمتلك بنية جسدية قوية، وكذلك يجب أن يمتلك لحية، ولا يهم كم هو طول اللحية، فأنت فقط سوف تحتاج إلى لحية جيدة، ولن تحتاج لا سشوار ولا سيروم ولا مرطب، فقط سوف تحتاج إلى الشامبو والماء. لذا إذا كنت تعتقد أن الباز كات تناسبك لا تتردد أبدا. رقم 6 الفرنش كروب. وفي هذا ستايل أيضا لا تحتاج إلى شعر طويل جدا، وكل ما عليك فعله هو غسل شعرك طبعا واستعمال السيروم، ثم تقوم بالتجفيف إلى الأمام باستعمال الفلات براش، ثم تقوم بتثبيته باستعمال الكلاي أو الواكس، أو يمكنك استعمال البيست كابري ستايلر. وبالنسبة للجوانب فأنا أقترح أن تبتعد عن الجوانب القصيرة جدا، فهي لم تعد شيء مميز، وتلتزم بالجوانب الطويلة. رقم 7 الدريد لوكس، أو ما تعرف بالعربية بالجدائل. وهذا ستايل سوف يكون مناسب جدا بالنسبة لأصحاب الشعر الأفريقي الخشن جدا، وأنا أعلم أن الكثير من أصحاب هذا الشعر يريدون تغيير شعرهم إلى المستقيم ويقومون بدفع الكثير من الأموال مقابل هذا. ولكن حسب رأيي يجب أن تحافظ على ستايل شعرك ولا تحاول أن تقوم بتغيير نوع شعرك. والجدائل تكون مناسبة بشكل مثالي لأصحاب هذه النوعية من الشعر، والجوانب تكون متدرجة في الطول، وبالنسبة للجدائل فهي تكون في الطول متوسط أحسن شيء. وصدقني سوف تكون في مظهر قوي وجذاب للغاية، وسوف يناسبك هذا ستايل أكثر من الشعر المستقيم. وطبعا يجب أن تذهب إلى حلاق محترف لكي يعملها لك بشكل جيد. وهذه هي البعض من أحسن ستايلات الدراسة. لذا أخبرني في الأسفل ما هو ستايل المفضل عندك، والآن إليكم بعض ستايلات للمتابعين.
وهكذا وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسى الاشتراك في جروب الفيسبوك، ولا تنسى الضغط على زر اللايك، ولا تنسى الاشتراك في القناة، وإن شاء الله ملتقانا في الفيديو القادم.